اللي في الصورة دي اسمها أم شوايل، وهي طفلة سودانية عاشت في بير لمدة 40 يوم، وعاش معاها أصعب الكائنات الحية اللي ممكن تسمع عنها في حياتك، واللي رماها في البير أبوها. أم شوايل واحدة من أصعب قصص الرعب اللي ممكن تسمع عنها في حياتك في السودان. 2010 في السودان، طفلة اسمها رايا عندها 10 سنين، عايشة مع والدها، والدتها متوفية من فترة طويلة، وكانت بتساعد أبوها في رعاية الأغنام، وأبوها كان بيعتمد عليها بشكل كبير جدا، تحديدا في المهنة الرئيسية لأغلب أهل القرية في رعاية الأغنام وفي الزراعة. وفي يوم اتغيرت حياة الطفلة رايا السودانية تماما. رايا خرجت الصبح في يوم طبيعي زي كل الأيام، ومعاها الأغنام اللي بترعاها وبتتمشى بيها في مناطق مختلفة في القرية، لحد ما الليل بدأ يدخل عليها. وهي بتعد الأغنام اكتشفت إن في 4 غنمات مش موجودين، وده معناه إن هما ضاعوا منها. ووالدها كان من النوع اللي صعب جدا في التعامل، فهي كانت خايفة ترجع البيت وعندها عدد معين من الأغنام ناقصين، فقررت إنها هترجع تدور على الأغنام اللي ضايعين، ومش هترجع البيت غير بعدد الأغنام مكتمل. وبعد ما مر ساعة وهي عمالة تلف في كل مكان، فعليا فقدت الأمل إنها تلاقي الأربع أغنام تاني، واضطرت إنها تاخد بقية الأغنام اللي معاها لأنها خافت أغنام تانية تضيع، ورجعت بيهم على البيت. والليلة دي كل حاجة في حياة رايا اتغيرت تماما. والدها اول ما قابلها لقى وشها متغير، فهي على طول اعترفت له وقالت له بكل اللي حصل، بان في عدد معين من الاغنام اختفى، وانها حاولت تدور عليه كتير جدا لكنها فشلت. ورد فعل والدها كان مش متوقع خالص. والدها فضل يضرب فيها بعصايا بطريقة وحشية وجنونية جدا، وفضل مستمر في الضرب لحد ما وصل في الاخر لفكرة عرضها على رايا علشان يسامحها، والفكرة دي انه هو كده كده هيقتلها، لكن اداها الاختيار، يا اما يقتلها دلوقتي عن طريق استخدام سلاح او آلة حادة، يا اما يرميها في بير وتفضل عايشة في البير بشكل طبيعي. وهنا في جزئية مهمة لازم نوضحها الاول. معروف عن ابو رايا انه كان مهتم جدا بالسحر، وكان كل شوية بيعمل اعمال سحرية بهدف زيادة الرزق وان يكسب اكتر. فلما فقد الاربع اغنام افتكر ان الاعمال السحرية بتاعته ما بقتش جايبة نتيجة، واضطر انه ينفذ اوامر السحرة انه يقدم قربان للشياطين. وكان القربان اللي عايز يقدمه للشياطين هو بنت رايا. نرجع تاني لقصة رايا مع والدها بعد فقد الأغنام. في الليلة دي بعد ما عرض والدها عليها اختيار الموت، يا إما يموتها دلوقتي أو إنه يرميها في البير، رايا قعدت تفكر تختار إيه بالظبط، فطلبت منه إن هو يموتها عن طريق إنه يرميها في بير. فوالدها وافق على طلبها إنها تترمي في البير، وخدها من إيديها لحد أقرب بير مهجور في المنطقة اللي ساكنين فيها. والبير ده معروف انه مهجور، ومعروف كمان في البلد اللي عايشين فيها ان البير ده مسكون، ولان البير ده في الاصل جاف من فترة طويلة، فكان البير مكان مناسب جدا للتعابين والخفافيش والعقارب وحشرات تانية كتيرة جدا تتخيلها او ما تتخيلهاش. وخد رايا لحد البير، وقفها على سور البير، وراح رماها جوه البير وسابها ومشي. البنت وقعت جوه البير في عمق 38 متر، وبالصدفة كان في غصن شجرة موجود في عمق البير، وهي اتعلقت فيه وفضلت ماسكه فيه. ووالدها كان سامع صراخها كويس جدا، لكنه سابها ومشي ورجع على البيت وكأن مفيش حاجه حصل. وبلغ تاني يوم جيرانه واصحاب رايا ان البنت اختفت في ظروف غامضه وهو مش عارف هي راحت فين. الطفله رايا قضت اول يومين في البير مش عارفه تعمل ايه. كل اللي شايفاه حواليها برغم الظلمه القويه جدا مجموعه كبيره من الخفافيش ومجموعه كبيره من التعابين والعقارب، وفعليا مش عارفه تعمل ايه. واكيد هتسأل طب هي ازاي قدرت تعيش طول المدة دي في البير؟ اكيد هجاوبك على السؤال بس بعد شوية. بعد مرور 4 أو 5 ايام والطفلة رايا لسه في البير، كان في مجموعة من الاطفال بيلعبوا فوق حوالين البير، فرايا سمعتهم فقعدت تصرخ بصوت عالي. الاطفال جريوا على البير وسمعوا الصوت طالع من جوه، وبدأ يجيلهم الخوف لان هم عارفين من اهل القرية ان البير ده مسكون، فقالوا اكيد اللي بينده عليهم ده جن او شيطان. فرجعوا على بيوتهم بسرعة وبلغوا اهليهم ان هم سمعوا صوت قوي طالع من البير، لكن اهليهم قالوا لهم ما تروحوش هناك تاني، محدش يقرب من البير لان البير ده غالبا مسكون. وبعد ما عدى حوالي 40 يوم كان في شاب اسمه عبد الخير معدي من جنب البير، فسمع صوت صريخ جامد جدا طالع من البير. رجع على اهل القرية وقال لهم ان الصوت ده واضح بشكل غريب، وهو قلبه حاسس ان ده صوت انس، صعب يكون الصوت بالتفاصيل اللي طالعه منه يكون صوت جن،
أهل القرية بدأوا يحسوا إن عبد الخير بيتكلم صح. راحوا معاه لحد مكان البير وبدأوا يفكوا العمامات اللي هم لابسينها وربطوها في بعض علشان يقدروا يكونوا حبل طويل، وربطوا فيه عبد الخير والراجل نزل لحد عمق البير. وأول ما نزل وبدأ يقرب من الطفلة رايا ما كانش فيه أي ملامح منها باينه، لأنه الطين تقريبا كان مغطي جسمها ووشها وكمان كان مغطي شعرها. وبعد ما شاف الطفلة رايا اكتشف وجود كمية كبيرة جدا من الخفافيش، وجود كمية كبيرة من التعابين والعقارب اللي قعد يحاول يبعدهم عنها علشان يعرف يطلعها من البيت. وبدأ يطلب من الناس ان هم ينزلوا له مجموعة احبال تاني علشان يربط فيها الطفلة رايا ويطلعها لحد فوق. وبعد ما مسك ايديها علشان يربطها في الحبل ويطلعها اكتشف ان شعرها بسبب الطين الكتير اللي في عمق البير كان لازق في جدران البير وفي الاحجار اللي تحت. فاضطر عبد الخير ان يقص شعر البنت بالسكينة اللي معاه علشان يقدر يطلعها لفوق. وبعد ما طلعها لفوق اهل القرية كلهم اكتشفوا ان الطفلة اللي مرمية جوه دي هي الطفلة رايا المختفية. جريوا على بيت ابوها علشان يبلغوه، وودوا البنت رايا بسرعة على المستشفى علشان يحاولوا يعالجوها وينقذوها من الحالة السيئة اللي طلعت بيها. وهم بينقلوها على المستشفى اكتشفوا وجود كمية من العقارب موجودة في شعر الطفلة رايا، وقعدوا يتخلصوا منها واحدة ورا التانية لحد ما وصلوا المستشفى. وهناك الاطباء استقبلوها وبدأوا في عمليات الانقاذ للطفلة رايا. بعد ما بلغوا والدها بان هم لقوا الطفلة رايا مرمية في البير، والدها في الاول عمل انه ما يعرفش اي حاجة، لحد ما قوات الشرطة راحت على المستشفى وسألت رايا ايه اللي نزلك البير. فبدأت تحكي لهم الحكاية ان والدها هو اللي رماها في البير. الشرطة قبضت على والدها علشان يعرفوا هو ليه عمل كده، وساعتها والدها انكر تماما وقال ان هي كانت بتلعب في المنطقة دي وهي اللي رمت نفسها بنفسها. لكن كل الشهود اكد ان والدها كان مهتم جدا باعمال السحر، وان التصرف اللي عمله ده في القاء بنته في البير ما هو الا تقديم البنت قربان للشيطان. البنت رايا بعد ما استردت صحتها والشرطة عرضت عليها كل اقوال والدها، هي رفضت تماما ان والدها يتحاسب او يتحاسب، وده لانه والدها في الاخر. ومن هنا اطلق عليها ام الشوائل، وام الشوائل في السودان يعني المرأة القوية، لانه كله شهد لها انه برغم اللي ابوها عملوا فيها الا انها سمحته ورفضت انه يتحاكم. وكل سكان القرية وجيرانها كانوا عارفين ان ابوها هو المذنب. ونيجي بقى في الاجزاء المهمة لقصة ام الشوائل. لما الناس سألوها انت قعدت ازاي لمدة 40 يوم بدون اكل وشرب في عمق البير ده، فكانت اجابة ام الشوائل إجابة مرعبة. أولا قالت إنها لما نزلت البير شافت مجموعة كبيرة من الهياكل العظمية، وشافت كمان مجموعة من الحشرات والزواحف المرعبة جدا. لكنها اتفاجئت في كل ليلة إن كان بيجي لها شخص هي ما تعرفوش، لون بشرته أبيض وبيشع منه نور، وكان لبسه كله أبيض، وكان بيجيب لها كل يوم حليب علشان تشربه، وهي دي الطريقة الوحيدة اللي قدرت تعيش بيها 40 يوم في عمق البير. بعد الحادثة دي بحوالي 4 سنين اتجوزت أم الشوائل، وكل أهل القرية ساعدوها في كل خطوات الجواز، وقعدت متجوزة لمدة سنة. ولكن بسبب الأعراض الصحية اللي نتجت عن وجودها في البير للمدة دي فضلت مأثرة عليها جسمانيا وصحيا، وتوفت بعد سنة من الجواز. لكن تفضل قصة أم الشوائل واحدة من أكتر قصص الرعب اللي موجودة في السودان لحد النهاردة. سلام عليكم.